33 طالبا في قائمة أوائل الثانوية العامة تعرف على موعد إعلانها. يبحث الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام 2021 وأولياء أمورهم عن نتيجة الثانوية العامة منذ انتهت امتحانات الصف الثالث الثانوي، وتعتبر من الكلمات الأكثر تداولا بحثا على جوجل، حيث يبحث الكثير عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021. انتهت وزارة التربية والتعليم من تصحيح أوراق الطلاب في كل المواد، ويجرى حاليا رصد الدرجات وتحديد قائمة الأوائل التي تضم 33 طالبا بينهم 10 طلاب من شعب الثانوية الثلاث علوم ورياضة وأدب، وطالب عن الدمج، وطالب عن المكفوفين، وطالب عن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة. وتعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل بديوان الوزارة لإعلان تفاصيل النتيجة ونسب النجاح وشرائح المجاميع ونتيجة تحقيقات الشؤون القانونية مع الطلاب الغشاشين. وتتجه الوزارة لحجب نتيجة الطلاب الذين تم ضبطهم بالغش وتصوير أوراق الأسئلة أثناء امتحانات الثانوية العامة، حيث تنص العقوبات بالحرمان عام أو عامين من الامتحانات لكل من ساعد وروج للغش وتصوير الأسئلة، بينما عقوبات الطلاب الذين تم ضبطهم بموبايل داخل اللجنة دون تصوير ونشر الأسئلة على الإنترنت سيتم رسوبه في المادة فقط. مؤشرات النتيجة الثانوية العامة. وأكدت مصادر بالوزارة أن مؤشرات النجاح في كل المواد مقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس في نسب النجاح العامة ولكن في شرائح توزيع الدرجات خاصة المرتفعة والتي شهدت انخفاضا عن السنوات السابقة، مما يؤكد تراجع الحد الأدنى لكليات القمة. ونبهت الوزارة على أنه لا يوجد تحسين في الثانوية العامة هذا العام، ويوجد دور ثان للطلاب وفق القواعد المتبعة في الأعوام السابقة للذين لم يحققوا درجة النجاح في مادة أو مادتين على الأكثر، ويحصل على 5% فقط من درجة النجاح بعد دخول الدور الثاني، بينما يسمح للطلاب الذين تغيبوا بعذر قهر عن عدد من امتحانات المواد في الدور الأول بدخول الدور الثاني بالدرجة كاملة، ومنها حالة الإصابة أو الاشتباه بفيروس كورونا المستجد بعد إثبات ذلك بأوراق رسمية معتمدة. المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات. وفي سياق متصل تنهى وزارة التعليم العالي استعداداتها لانطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية، والتي من المنتظر أن تبدأ رسميا الأحد بعد القادم 22 من أغسطس وتستمر لمدة 5 أيام. علما بأن موقع التنسيق الإلكتروني سيكون متاحا للتسجيل تجريبيا قبل البدء الرسمي ب 24 ساعة. وتستوعب المرحلة شرائح المتفوقين من طلاب الثانوية العامة في شعبة العلوم والرياضة، والذين يتسابقون على الأماكن الشاغرة بكليات القمة المجموعة الطبية والهندسة، كما تستوعب المرحلة الأولى شرائح الحاصلين على أكثر 80% من الشعبة الأدبية. ويواصل طلاب الثانوية العامة التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات. وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق، إن عدد المتقدمين للاختبارات وصل حتى إلى 110,000 طالب وطالبة، وأضاف أن الموقع مستمر في استقبال رغبات الطلاب حتى الخميس القادم 19 من أغسطس كآخر فرصة للتقدم، وأشار إلى أن الموقع متاح للطلاب من خلال معامل الحاسبات بالجامعات حتى 3 عصرا وطوال 24 ساعة من المنازل.